ماذا بعد في الملف الحكومي بعد أن قال الرئيس المكلف سعد الحريري كلمته مكاشفاً اللبنانيين وما تبعه من رد رئاسة الجمهورية ببيان مقتضب عنوانه كلام الرئيس المكلف مليء بالمغالطات؟ وبين الرد والرد المضاد، ما هي الخطوة اللاحقة في مسار التأليف؟ سؤال نطرحه على الصحافي الأستاذ محمد نمر. أستاذ محمد، أهلاً بك. إذن ما هو مسار التأليف الحكومي بعد التوضيح من الرئيس المكلف والرد من رئاسة الجمهورية؟ تفضل. نعم، أعتقد بعدما كشف الرئيس الحريري حقيقة من هو الكاذب بالنسبة إلى اللبنانيين، أعتقد أيضا كان الخطاب يفتح بوابات حل تحديدا لمعضلتين أساسيتين. المعضلة الأولى تتعلق بالوزير المسيحي الخامس، وهي سيدة من دون ذكر اسمها، معروفة بأنها كفوءة واختصاصية وحتى أنها قريبة من فخامة رئيس الجمهورية ميشيل عون، ولكن للأسف كان يرفضها فقط لأنها ليست من أتباع أو من الذين يديرهم جبران باسيل. والحل الآخر كان بموضوع وزارة الداخلية، بأن يطرح الرئيس المكلف على رئيس الجمهورية مجموعة أسماء وأن يختار بينهم، بين الكفؤين والاختصاصيين، من لا يراه استفزازيا. وبالتالي هذه الحلول التي أظهرت الليونة القصوى بالنسبة إلى الرئيس المكلف تبقى الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية، إلا في حال يعني هناك من هو يصر على الثلث المعطل بسبعة وزراء، فأعتقد يعني على الأقل يقال له حاليا أنه يبلط البحر، أنه ما في إمكانية لسبب، مش فقط لأن الرئيس المكلف لا يريد ذلك، أيضا لأن المجتمع الدولي وكل الدول التي زارها الرئيس سعد الحريري ترفض أي ثلث معطل في حكومة، فهذه الحكومة لا يجب أن تقوم على آلية التعطيل، بل على سير القرارات وعملية الإصلاحات. لهذا الكرة في ملعب رئيس الجمهورية، وعليه أن يختار إما جبران باسيل وجهنم لبنان كما نعيش اليوم، وإما إصلاحات ولبنان نحو سكة الإنقاذ. إذن الأفق الحكومي ماذا يمكن أن تطلق عليه من وصف؟ مسدود أم أن يعني هناك باب أمل؟ لا طبعا، نبقى نتمسك بالأمل في حال تم تحرير رئاسة الجمهورية من التيار الوطني الحر وجبران باسيل ومن مستشاري القصر. أعتقد ربما يعني تظهر الحكمة على رئيس الجمهورية ويحرر التشكيلة الحكومية وينطلق البلد في مسار الحكومة باختصاصيين وإصلاحات ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي. أما إذا بقي الحال على حاله فسنصل بطبيعة الحال إلى الانفجار الكبير. نعم، إذن يعني على أمل، على أمل أن تقرب المسافة أكثر بين بنت الوسط وبعبدة، ويخرج إلى اللبنانيين يعني حكومة تكون على قدر أمالهم وتطلعاتهم. الصحفي محمد نمر، شكرا جزيلا لك.